تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإشراف معالي وزير الثقافة والسيد والي ولاية برج بوعريج، بالتنسيق مع لجنة الحفلات للولاية مديرية الثقافة، تنظم الملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوكا للرواية في طبعته 15 تحت شعار الرواية والفنون بين التجريب والنقد، من 8 إلى 10 نوفمبر 2016 بدار الثقافة محمد بوضياف. هذا الملتقى بمساهمة كوندور.